مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين خصصناها عن لجان حكومية قامت بضبط المخالفين وإعادة الأسعار في المحافظات المحررة. بعد تحسن أسعار صرف الريال أمام الدولار، ظلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية كما هي عليه دون انخفاض نتيجة غياب الرقابة من قبل السلطات على التجار والأسواق، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على المواطن اليمني. مؤخرا بدأت لجان حكومية بالنزول إلى الأسواق والمحال التجارية في المحافظات المحررة ابتداء من العاصمة المؤقتة عدن ومأرب والجوف وتعز، ولا تزال اللجان الإشرافية تمارس عملها بالتزامن مع جهود محمودة لبعض المحافظين والسلطات المحلية لضبط المخالفين. في المقابل لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام رئيس الحكومة، أبرزها كيفية السيطرة على سعر صرف الريال وتثبيت الأسعار وضبط المتلاعبين والحد من انتهازية تجار الأزمات. يحاول رئيس الحكومة ومعه اللجنة الاقتصادية العليا معالجة هذا الانهيار من خلال الدعم الذي قدمته دول التحالف وتسخيره في دعم العملة واستقرار الاقتصاد. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش ما قامت به الحكومة ولا تزال للسيطرة على الأسعار والحد من الانفلات الاقتصادي وضبط المخالفين. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن يرحب بضيوف هذه الحلقة. سيكون معنا من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الصحفي خليل المليكي، ومن عدن أبو بكر با عبيد رئيس الغرفة التجارية، وسيكون معنا من صنعاء فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك، ومن اسطنبول شهاب العزعزي خبير اقتصادي. البداية من مأرب مع الناشط الصحفي خليل المليكي. مساك الله بالخير خليل. مساك الله بالنور أخي بشير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ خليل. في البداية، بعد عودة وتعافي الريال اليمني أمام أسعار العملات الأجنبية وأمام الدولار، كيف تتابع تحرك اللجان التابعة للحكومة والسلطات المحلية في ضبط المخالفين وإعادة الأسعار مقابل التعافي الاقتصادي الذي حصل للريال؟ نعم، أهلا وسهلا بكم أخي بشير وبمشاهديكم الكرام وبضيوفكم الكرام. مسألة الانخفاض الحاصل للدولار أمام الريال اليمني أو تعافي الريال اليمني، كما هو معلوم أن محافظة مأرب تصطلي بالأسعار كغيرها من المحافظات سواء المحررة أو غيرها، لكن بالأخص هنا محافظة مأرب هناك لجان قامت بمتابعة التجار وأنزلت تسعيرة للمواد الغذائية والاستهلاكية، لكن الانخفاض الأخير الذي حصل نزلت اللجان من قبل مكتب الصناعة والتجارة هنا في محافظة مأرب إلى تجار الجملة، وكذلك من قبل مكتب إدارة المدينة أو السلطة المحلية بمديرية المدينة، وقاموا بضبط بعض التجار وتحويل بعض التجار. أمس حولوا 8 تجار إلى النيابة بحكم أنهم ما زالوا يرفعون الأسعار، ويتعذر بعض التجار بأنهم اشتروا تلك الكميات من المواد الغذائية بأسعار كبيرة، مع العلم أن محافظة مأرب كل يوم يزداد فيها الناس ويزداد فيها الساكنون، لا تظل هذه المواد الغذائية والاستهلاكية لدى التاجر لأيام قليلة إلا وتنتهي، وأعذار التجار في هذا الجانب أعذار واهية وأعذار غير مقبولة، مع أن الريال كل يوم يتعافى لكن الأسعار لدى كثير من التجار أو أغلب المواد الغذائية، إذا قلت لك أنها 90% ما زالت مرتفعة، وكأن الدولار ما زال ب 750 ريالا. نعم، برأيك أستاذ خليل، ما هي الأسباب التي تجعل التاجر لا يخفض الأسعار رغم تعافي الريال أمام العملة الأجنبية وعاد من 750 إلى حدود 520 ريال تقريبا؟ هنا عدم الرقابة الشديدة من قبل السلطات المحلية وعدم المتابعة. نحن نعاني من أن كثير من القائمين على هذه على السلطة المحلية أو المتابعين لهذه القضايا بالذات لا يقومون بأعمالهم بالوجه المطلوب. نزلنا إلى كثير من التجار فلم يأتوا إليهم هؤلاء من قبل
لم يأتي المعنيون إلى هؤلاء التجار، لم يتابعهم. كثير من التجار يقوم بالتلاعب وبتهريب المواد الغذائية ولا يوجد من يتابعه ولا يوجد من يضبطه. إذا وجد التاجر من يضبطه ومن يحيل إلى النيابة، من يحيل إلى قسم الشرطة، إذا وجد لدى الجهات المعنية كذلك أنها تقوم بعض الأحيان سابقا قامت بإحالة بعض التجار إلى الشرطة وإلى النيابة، فلم تقم الجهات الأمنية بضبط هؤلاء التجار. لا ندري لماذا لا يوجد تناغم وتكامل بين السلطات، وهذه المشكلة. لا يوجد تكامل، وإنما يوجد كل شخص يريد أن يثبت أنه الناجح، والإدارة هذه تريد أن تفشل هذه، وهذه تريد أن تسجل نجاحا على حساب الأخرى، والتاجر يستغل المواطن والمواطن يموت جوعا. نعم. طيب ابقى معي يا أستاذ خليل، نشرك معنا في الحديث من العاصمة المؤقتة عدن رئيس الغرفة التجارية الأستاذ أبو بكر باعوميد. مساك الله بالخير أستاذ أبو بكر. مساكم الله بالخير والسرور، حيا وسهلا. أهلا بك أستاذ أبو بكر. السؤال الذي ربما يتداوله معظم اليمنيون، لماذا عاد سعر صرف الريال أمام الدولار لكن التجار متمسكين بالأسعار القديمة ولا يعني أبهون بحال المواطن الذي تطحنه الأزمات في كل اتجاه؟ أولا أنا أشكر قناة بلقيس دائما على اهتمامها بالشأن الاقتصادي الذي يهم المواطن والمواطنين أهم من أي حاجة بالنسبة لنا في هذه المرحلة الاستثنائية. نعم. هذا رقم واحد. أولا الشيء الثاني، يعني أنا أستغرب بعض المسؤولين في الدولة يحملوا المشكلة للتجار وكأن مشكلة العملة والاقتصاد اللي ما وصل إليه هو كأن التجار، وهم أصلا الحكومة وأتباعها. لو كانت في حكومة رشيدة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذا أساس المشكلة الأساسية. رقم اثنين، طبعا هذا يعني يتكلمون عن أن التجار، أولا الجمع بين التجار هذا حرام. في تجار فيهم الأخلاق وفي تجار مثل ما كانوا في المسؤولين فيهم الكويس وفيهم البطال. صحيح. لكن الآن نتكلم نحن على مرحلة في خلال الشهرين الماضي فقط تم دعم الاعتمادات للمواد الأساسية بالوديعة للسعودية. هذه الوديعة السعودية سلمت من كم شهر، ولكن بدأ الفتح الاعتمادات فيها خلال الشهرين الماضي. يعني البضائع اللي فتحت اعتماداتها لم تصل الآن لعدن أو للموانئ اليمنيين. نعم. لنجبر التجار أن يخفضوا أسعار. نعم أستاذ أبو بكر، في هذه الجزئية إذا أنتم الآن أستاذ أبو بكر اسمح لي في هذه الجزئية، إذا أنتم الآن تحاسبون الحكومة أو تحاسبون الناس بأن هذه البضاعة يعني وصلت عندما كان أسعار الدولار مرتفع، لماذا لا يحاسبكم الناس عندما كان لديكم بضائع عندما كان الدولار بحدود 200-250 ووصل إلى 700؟ يعني هي عملية ربما يعني إذا كنتم هذه المرة يعني ستخسرون مبلغ، أنتم إذا ربحتوا أضعاف وعشرات الأضعاف في السابق أصلا. من هو اللي قال كذا؟ أنا بجيب لك كشف بالتجار اللي تفلسوا، من هو سبب الانهيار ومن اللي يريد أن يبيع بضاعته بتكلفة غالية؟ نعم. هل التاجر من صالحه أن يبيع البضاعة بأسعار غالية عشان ما حد يقدر يشتريها؟ نحن أصلا أكثر الناس يهمنا أن تكون الأسعار مناسبة لأجل أن يقدر المواطن يشتريها ولا تخدش في المخازن عندنا. نعم. كثير من التجار الأمس قادرين يبيعون بضائعهم لأن التكلفة غالية على المواطن المسكين. نعم. من هو اللي يقول لك أن هذا استغلال للموقف؟ نحن أكثر ناس دافعنا أن ينخفض الدولار. من اللي دافع عن هذا الدولار مع الدولة؟ ومن اللي كان يتابع مع الدولة؟ نعم أستاذ أبو بكر، يعني فعلا التعميم على القطاع الخاص والغرف التجارية. نعم. التعميم هو يعني غير وارد لدينا، لأنه هناك فعلا كما تحدث تجار وأيضا يعني أسر تجارية كبيرة في اليمن أعلنت عن الالتزام بالأسعار وفقا لعودة الريال وتعافي أمام الدولار، لكن أيضا هناك أيضا تجار يستغلون هذه الأزمات ويحاولون على يعني استغلالها بطريقة غير سوية ويضاعفون من يعني أتعاب المواطن الذي لا يجد قوت يومه. فنحن نتحدث عن جانب، هناك جانب فعلا صحيح. إيجابي من بعض التجار وفي جانب سلبي، نركز على الجانب السلبي ونشكر بالتأكيد صحيح. الجانب الإيجابي. وأنا قلت لك أول ما بدأت قلت لك لا يعني معناه أن التجار الجمع بين الناس حرام، غير نعم. شرعي وغير منطقي. صحيح. في تجار محترمين، في تجار في كل الفئات في كل العالم. صحيح. ولكن وجود الدولة الحقيقية القوية اللي تضبط الأمور. يعني أنا كممثل على القطاع الخاص، هل بإمكاني أن أنا أتابع التجار ولا الدولة اللي تتابع؟ من هو اللي لديه السلطة؟ من لديه القانون اللي يعتمده؟
وزاره التجاره ولا الوزارات المعنيه هي اللي تعده. وبعدين من اللي يهتم بالتكاليف؟ نعم. اذا نزل الدولار، من اللي خفض التكاليف في المواني؟ من اللي خفض التكاليف اللي ترفع على حساب المواطن في المقاط؟ اليست هذه تكلفه على المواطن؟ ايش ذنب التاجر انه، لانه اي تكلفه تضاف في اي سلعه بيتحمل المواطن حتى لو ما لها علاقه بالدولار او بالعمله او بالعمله. نعم. طيب الان التنسيق الجديد الان هذه يعني عمليه كامله متكامله. نعم. يدير نضرب مثلا هنا حفظ الريال الى 520 او اليوم 520. نعم. اللي يضمن ان بقيه المرافق ما تلتزم بضبط الاسعار او بضبط بعدين طلب الاتاوى وفي النقاط وفي هذا. نعم. هذه التاجر لما يدفعها بيضطر يضيفها للسلعه. نعم. طيب استاذ ابو بكر، الان التحرك الحكومي مؤخرا، نعم استاذ ابو بكر، ترمي بما تخفي عليه تحمله القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اصلا ما هو بصالحه انه يبيع بضايع غاليه. الان نحن كلنا الخمس السلع الاساسيه التي فتح اعتماداتها، طيب وين باقي السلع؟ لماذا لم تنخفض؟ فين الدوله؟ طيب الان تحرك الدوله مؤخرا ممثله برئيس الوزراء الجديد استاذ ابو بكر، الان هناك توجه حقيقي من قبل الحكومه الجديده برئاسه معين عبد الملك، ولمستموه حتى انتم الان باعتماد يعني السندات الاعتماديه وعوده الدولار الى هذا السعر. الان هل يمكن ان تنجح هذه العمليه ويكون هناك فعلا يعني تعاون مباشر بين الغرفه التجاريه والتجار اليمنيين مع الحكومه من اجل اعاده الاسعار وضبطها والاستفاده جميعا، انتم كتجار وايضا المواطن؟ صحيح. نحن اولا التقينا بالاستاذ الدكتور معين وكان اللقاء ممتاز وتوجه صحيح لانهاء هذه الاشكاليه، اضافه الى اداره البنك المركزي الحاليه واللجنه الاقتصاديه. كنا نشتغل ليل ونهار الى اخر الليل ونحن نشتغل مع بعض عشان نوصل الى ما وصلنا اليه، ولكن هذا يحتاج الى متابعه، مش انه وصلت هكذا وترجع الامور كما ما كانت، لانه اي رده فعل غير صحيحه ستسوء الامور الى اسوء مما كانت عليه. نحن لكن هو اللي يضبط الامور الان الدوله. الدوله هي المسؤوله وراعي اساسي على التاجر وعلى المواطن. ليس التاجر، التاجر يحكمه تكلفته، يحكمه سوقه. لكن الحكومه تحكمها اصولها، تحكمها قوانين، تحكمها انضباط امام الراي، لانه ملزم امام المواطن هو كمسؤول ان يراعي حقوق هذا الشخص وهذا المواطن. نعم. نحن الامر الان في تغيير، لا شك في ذلك. نعم. لكن لازم يستمر هذا التغيير. لازم يتحسن هذا. الخروج من عنق الزجاجة ليست الهدف نحن إليها، الهدف الخروج من عنق الزجاجة والدخول في المستقبل بآفاق جديدة بحلول جديدة. مش كل ما سنة ولا سنتين انحلت مشكلة بعدها بكم شهر رجعنا إلى أسوأ ما كانت عليه. هذا اللي عطل الناس كلها، تحسنت أوضاعها إلا نحن. لماذا؟ نعم. هذه مسلمات، أمور مسلمة مفروض ما حد يتكلم فيها. 50 سنة من بعد الثورات ونحن نعاني نفس المشكلة. صحيح. ما في استقرار. أعطيني استقرار أمني أعطيك استقرار معيشي. أعطيني استقرار. يا ابن الحلال، الآن مستثمرين الآن يستثمرون من التجار اليمنيين مستثمرين في الخارج بمئات الملايين من الدولارات. أليست بلادنا حق بها؟ فعلا. أليست المشاريع المتوقفة الآن بسبب الحرب تعود وعاد الموظفين إلى وظائفهم، أليس هذا هو الأفضل؟ فعلا استاذ ابو بكر، ما تقوله هو حقيقي، وان هناك فعلا عدم وجود الاستقرار هو الذي يجعل رؤوس الاموال اليمنية تتجه الى الخارج، ولكن ايضا امامكم كتجار مسؤولية اجتماعية امام بلدكم، لا ان تتركوه في الظروف الصعبة مثل هذه ويستغلوها بعض التجار الذين لا يخافون الله في عقوبة الناس. فالمسؤولية الاجتماعية تحتم عليكم ان تكونوا على الاقل ولو تضحوا بالقليل من اموالكم من اجل هذا البلد. نحن من قال لك ان احنا ما نحن متضررين؟ نعم. لانه كل تاجر بجنبه له اخ وله اخت وله عم وله عمه وله موظف الدوله وله من هو. نحن مواطن زي اي مواطن. صحيح. نحن يعني ايام الحرب من وقف في بعد ما هربوا كل اللي تعرفهم انت وكل الناس يعرفونه؟
من وقف ووفر المواد الغذائيه في ايام الحرب؟ اليس التجار؟ وكانوا يبيعون، وكانوا ما يبيعون بعض السلاح، كانوا يسلمونها كاغاثه للمواطنين قبل ما توصل لاغاثات الاخرى. نعم. نحن نتكلم نحن لا نفرق بيننا وبين المواطن العادي. نحن لانه اي تحسن في دخل الفرد المواطن العادي هو تحسن لدخل المواطن التاجر. نعم. لانه القدره الشرائيه تحسنت عند المواطن، معناها تحسنت القدره الشرائيه قدره البيع لدى التاجر. نعم. معناها التيرن اوفر العمليه التجاريه تحسنت وصارت بدل ما تشتغل في مرتين في السنه صارت تشتغل ثلاث واربع وخمس مرات. نعم. طيب استاذ ابو بكر، هو عمليه اقتصاديه متكامله. نعم. يريد ان احنا نخرج من افق ان احنا مجرد مواد غذائيه عندنا، لا ليس مواد غذائيه عندنا فقط. نعم. طيب استاذ ابو بكر ابقى معي، ابقى معي استاذ ابو بكر. نعم. كل حياتي متكامله، ابقى معي ونشرك معنا، نعود الى مأرب. نعم استاذ ابو بكر ابقى معي، ساعود الى مأرب مع الاستاذ خليل الملكي. استاذ خليل، اذا ربما ايضا التجار يشتكون بان المشكله ليست فقط بالتجار، المشكله ايضا في الحكومه في عدم ترتيب اجواء مستقره حتى يضمنوا رؤوس اموالهم، ومعظم التجار يغادرون البلد بسبب الوضع الاقتصادي المتردي. وايضا مثل ما المواطن فعلا يعني يخسر، ايضا التجار خسروا الكثير من اموالهم. انت كصحفي وكمواطن ايضا يمني قبل ان تكون صحفي تتابع مثلا، يعني صحيح ان بعض التجار يعني يستغلون هذه الظروف، لكن ايضا هناك تجار يعني دائما يقفون الى صف المواطن. ما الذي يعني ان كان هناك من عتب او من ملاحظات تراها انت يعني يجب ان يلتزم بها التجار، ما هي؟ نعم اخي بشير، تحيه للاستاذ ابو بكر ابو عبيد. جل او كل كلامه صحيح. التاجر اذا وجد الاستقرار ووجد الامن ووجد الاجواء المناسبه سيستمر في بلده ولن يخدم غير بلده، وبلده هو احق به من غيرها من البلدان. نعم، الجو المناسب او صناعه الجو المناسب للتاجر سيجعله يستمر ويخدم المواطن ويقف الى جانب المواطن، وهذا نلمسه من كثير من التجار. نحن حين نتكلم لا نتكلم على التجار جميعا، هناك تجار يخافون الله في المواطنين. انا اقول لك يعني ان كثير من التجار، وهنا في محافظه مأرب تجار كثير، مجرد ما انخفض الدولار قاموا بالتخفيض في المواد الغذائيه. نحن نتكلم عن تجار لا يحترمون الدوله ولا يحترمون المواطن ولا يحترمون انفسهم في هذا الجانب. تجار اتوا، وانا اقول لك وبالصراحه، اتوا من صنعاء واخذوا مساحات من الاراضي خارج مدينه مأرب، استاجروها وقاموا باستيراد اموالهم أو بضائعهم والمواد الغذائية وبيعها بأسعار كبيرة هنا في محافظة مأرب، مع أن مأرب تنعم بالأمن والاستقرار والأجواء المناسبة والملائمة. وكثير من التجار نقلوا رؤوس أموالهم من صنعاء ومن غيرها من المحافظات إلى مأرب واستثمروا هنا في محافظة مأرب، والأجواء مناسبة وملائمة والأمن والاستقرار موجود هنا، ولا يوجد هنا أنا أقول لك من يبتز التجار في محافظة مأرب. لكن كما قال الأستاذ أبو بكر بن عبيد أن هناك لا وجود حقيقي للدولة، وإذا قامت بحلول فإنها تقوم بحلول ترقيعية. نحن نتمنى من أن تكون الفترة القادمة أفضل والفترة القادمة أحسن، كما تحدث الأستاذ أبو بكر بن عبيد أن هناك لقاءات عقدوها مع رئيس الوزراء. نتمنى أن يكون رئيس الوزراء صادقا وأن تكون الحلول واقعية على الأرض، وأن تقوم السلطات المحلية في كل المحافظات المحررة بواجبها، أن تقوم كاتب الصناعة والتجارة بواجبها، أن تساند الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، أن تساند هذه المكاتب التنفيذية بالقيام بواجبها، وأن تقف إلى جانب المواطن وأن لا تميز تاجر على آخر، وأن تكون الأدوار حقيقية وليست حلول ترقيعية. نعم. طيب ابقى معي خليل وأيضا الأستاذ أبو بكر. سنذهب مشاهدينا الكرام الآن لمتابعة استطلاع ميداني قام به مراسل القناة في محافظة الجوف الزميل علي الجرادي. نسمع وجهة نظر المواطنين مع بداية حملة من قبل السلطات المحلية لضبط الأسعار وضبط المخالفين ومعاقبتهم. نتابع هذا الاستطلاع. على الحكومة أن تتابع كبار التجار الذين وفرت لهم العملة الصعبة من أجل استيراد المواد الأساسية، ولكن للأسف لم نرى شيء من هذا، والدليل أنه لم تصل السلع إلى التاجر الصغير حتى يلاحظ المواطن البسيط أن هناك تحسن في العملة الوطنية مقابل الدولار.
والأصل أن تقوم الحكومة بدعوة التجار الذين وفرت لهم العملة وأن تلزمهم تسعيرة، ثم من بعد ذلك تعمم هذه التسعيرة ويقوم مكتب التجارة في المحافظات بردع المتلاعبين. رأينا أو لمسنا أن الحكومة قد خفضت في الأسعار من صرف الدولار والسعودي، ولكننا لم نلمسها لدى التجار. اليوم التجار لا زالوا يتلاعبون بالأسعار، والحكومة قد خفضت هذه الأسعار، فنرجو من الحكومة ومن المسؤولين ضبط لنا تجار الأسعار حتى يخففوا عبء حمل المواطن. انخفاض العملة هذا شيء جيد، ونأمل نستمر الانخفاض، ونحن كمواطنين نأمل من الحكومة أن تتابع التجار في الخفض الأسعار ما يتناسب يعني مع انخفاض العملة. إجراءات الحكومة إجراءات جيدة جدا الذي قام بها مع الدكتور معين، صراحة يعني انخفض الدولار وانخفض الريال السعودي والأسعار استقرت وعادت إلى ما كانت عليه سابقا، والحمد لله. ونأمل الكثير والكثير من الحكومة لإرضاء الشعب. الحمد لله عندما نقصت الأسعار السعودي والدولار في تحسن قليل مشي، وتحسن يعني تحسن بعبارة 30% أو أقل بعد تعافي العملة. يعني نرجو منهم يعني متابعة التجار والمسؤولين لما يتلاعبوا به من الأسعار، وهذا يعني عندما انخفضت العملة حسبه المواطن لكن لم يشعر به في الواقع من حيث انخفاض الأسعار. الحكومة قامت بإجراءات بخفض الأسعار أسعار الصرف، لكن لم تضبط التجار في صرف السلع الغذائية، فما يدل على فشل ما قام به الوزارة الجديدة والحكومة، حكومة الشرعية، من نزول الريال السعودي والدولار. هذا مما يؤدي إلى أمل للمواطن وإلى تحسن أكثر، ونتمنى منهم المزيد في نزول هذا في نزول الريال السعودي إلى ما كان عليه من سابق 57 وإلى ما كان عليه الدولار لكي تمشي الحياة. حياكم الله من جديد. إذا تابعنا هذا الاستطلاع، وربما تلخص الاستطلاع في مناشدة جميع المواطنين للحكومة الشرعية بأن تلزم التجار ب الالتزام بالأسعار الجديدة، خاصة بعد عودة الريال وتعافيه أمام أسعار العملة الأجنبية. أعود إلى صنعاء هذه المرة مع رئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ فضل منصور. مساء الخير أستاذ فضل. مساء الخير والعافية. أهلا بك أستاذ فضل. أنتم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بعد عودة الريال أمام الدولار وتعافيه، كيف هي الأسعار؟ أستاذ فضل، أستاذ فضل هل تسمعني؟ إذن ربما إشكالية، سنعود بالاتصال بالأستاذ فضل. أعود إذن إلى عدن مع الأستاذ أبو بكر باع عبيد رئيس الغرفة التجارية. أستاذ أبو بكر، عادة ما يتحدث الكثير ويعني يستغرب الكثير ومعظم اليمنيين أنه عندما يرتفع الدولار ولو ارتفاع بسيط في نفس اللحظة تجد التجار يقفزون بالأسعار أضعاف مضاعفة. لماذا لا يراعي التجار هذه على الأقل هذه يعني الارتفاع المفاجئ والعودة المفاجئة؟ لماذا على طول ما بمجرد ما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار أضعاف مضاعفة؟ لأنه عدم ثقافة الدولة. نعم. لأنه التجارة هي أساسها الثقة. أول ما يبدأ يطلع الدولار أو يبدأ الإنسان يتخوف من أنه تتكرر هذه الارتفاعات، ولكن الاستقرار الأساسي، الاستقرار اللي يمشي فترة يعني على الأقل كم شهر أو حدود سنة يعطي اطمئنان. لنفرض أنا يعني أفرض أن الآن ارتفع مثلا إلى 550 ولا زالت الأمور ترتفع، ايش اللي بيضبط للتاجر؟ ايش اللي يضمن للتاجر انه لو باع ب 550 يقدر يشتري نفس البضاعه لما يكون الدولار ب 570؟ هنا يبدا يقلق التاجر ويبدا يعمل احتياطاته، ولكن قد يكون هذا من حيث المنطق تجاريا صح، لكن من حيث العمليه الاجتماعيه وهذا لازم تؤخذ بعين الاعتبار. مثل ما قلت لك، الحكومة الآن اتجاهها اقتصادي، الاقتصاد هي أساسها مثل ما قلت لك قبل شوية هو الثقة
لما تبني ثقه ما بين الدوله وبين المواطن وبين التاجر، حتى الحاله النفسيه، لانه العمليه في التجاره ايش هي والمال؟ هو حاله نفسيه. نعم. الان الناس يعني يبدا ينزل الدولار، المواطن اللي ما يفهم في البيع والشراء والتجاره يقول لك نزل لازم تنزل البضاعه، حاله نفسيه يعني، ليس فهم في اقتصاد وليس فهم في، ولكن هكذا تحكم الامور. نحن لما نتكلم مع المسؤولين، مع رئيس الوزراء، تكلمنا مع الاقوى في اللجنه الاقتصاديه، حتى مع رئيس الدوله، كم مره كان يقول بكره شيء الاسعار تنزل. طبعا هكذا احيانا ما تحصل، لان اللي يحكمك العرض والطلب السوق. لكن الان مع استقرار البلد بدات الامور تستقر، بدات الناس، نحن نشتي لما يتحسن الاقتصاد، المستثمر يعمل استثماراته، التاجر يشتغل بدون خوف، البضائع تدخل ما عليها تكاليف. يعني الان للان اكلمك، التاجر لا يعرف تكلفته، ما يحصل هكذا. نعم. في العالم كله لازم التاجر يعرف كم يشترى وكم يبيع، الا عندنا الى يوم تبيع وانت التكلفه ما انت عارفها. نعم. ممكن يدخل لك. طيب الان هذه استاذ ابو بكر، ممكن نعم، انتم الان نعم. كتجار امام هذه اللجان الان التي شكلتها الحكومه لزياره الاسواق والاشراف على عمليه البيع والشراء وضبط المخالفين، يعني كيف تستقبلون هذه اللجان وكيف تتعاملون معها انتم كتجار؟ نحن مع وزاره التجاره والصناعه لدينا غرفه عمليات، ونحن نعطيهم اول باول كل التجار الكبار اللي عندنا، مثل هاي سعيد والنقيب و شماخ والمحضار، كل التجار قدموا قائمة أسعار جديدة، والمرة الثانية أمس تنزل ينقصوا الأسعار، نمدها بوزارة التجارة، وزارة التجارة المفتشين عندهم ينزلون يتأكدون من الأسعار بدأت تنزل. هذه خطوة أولية، طبعا قد لا تنفذ 100%، ما في حاجة اسمها أنه، لكن الآن في تحسن، يعني الآن تنزل للسوق، يعني تسأل سعر الرز مثلا اللي كان ب 40 41 الامس كان يباع بعضهم ب 34، يعني 7000 ريال ريال فرق ما بين الاسبوع والان، وهذه خطوه جيده. تفاعلوا التجار، ضغطنا على التجار، بس لكن هذه تشتيلها استمراريه، مثل ما قلت لك استمراريه في الاستقرار العام، الاستقرار النفسي، الاستقرار الامني، الاستقرار المعيشي، كله يؤدي في الاخير الى استقرار ان المواطن يحصل. يا اخي نحن عرضنا على الدولة، أن المؤسسة الاقتصادية تفتح مراكز بيع المواد الأساسية للمواطن بأسعار كدولة. نعم. حتى بعضهم يقول كيف تشيء وينافسون التجار، قلنا ما في مشكلة، لأنه هذا وقت استثنائي، ويجب أن الدولة تساعد أنه المواطن اللي ما يقدر يشتري من التاجر على الأقل يحصل عنده خط رجعة ويروح للمؤسسة الاقتصادية ويشتريها بسعر أقل. نعم. نحن مع الدولة، نحن مع الاستقرار، نحن مع المواطن، لأنه أصلا بدون استقرار المواطن وعدم إمكانياته نتأثر. نعم. نحن بنتأثر كتجار. إذا المشكلة طبعا. ربما أستاذ أبو بكر، يعني جهودكم ربما واضحة وتوجهكم واضح في أنه التعاون مع الدولة وأيضا مع المواطن، لكن ربما الإشكالية التي هي السبب الرئيسي أيضا في الحكومة إلى جانب بعض التجار، ربما تجار التجزئة الذين لا يتم ضبطهم، وهنا تكمن المشكلة ربما. صحيح. نعم. صحيح كلامك، صحيح التجزئة لازم مراقبتها، بعض التجار لازم بشكل عام. حتى أنا اقترحت على وزارة التجارة قبل يومين في اجتماع مع نائب وزير الصناعة والتجارة، قلت له حتى نزول المفتشين، حتى لو ما عملوا بس كانت نزول ويمرون على الأسواق، هذه بتعطي فكرة للتجار اللي يتلاعب أنه في دولة موجودة تراقبهم من الآن وصاعدة. شكرا لك رئيس الغرفة التجارية. نعم. أيوة. أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى مأرب مع الأستاذ خليل. أستاذ خليل، إذن الآن الإجراءات، ربما التجار رموا الكرة في ملعب الحكومة الشرعية، وهم يعني يبدون تعاونهم واستعدادهم للتعاون مع الحكومة في استقرار العملة، في دعم المواطن، ولكن التحرك دائما واللوم هو على الحكومة الشرعية. الإجراءات التي قامت بها الحكومة أليست كافية؟ نعم أخي بشير، الإجراءات التي قامت بها الحكومة
من قبل يعني وما زالت تقوم بها كرئاسة الوزراء والحكومة المركزية الموجودة في العاصمة المؤقتة عدن، أظن بأنها إجراءات صحيحة وتقوم بإجراءات والتحسن الريال اليمني مستمر، وهذا شيء جميل جدا وإجراءات تعتبر جميلة جدا وفي هذا الوقت العصيب. لكن اللوم يعود على المحافظات المحررة، على المكاتب التنفيذية، على السلطات المحلية الموجودة على الأرض. الآن الكرة في ملعبهم، الكرة في ملعب المكاتب الخدمية، لابد أن تقوم بواجبها، أن تقوم بمراقبة التجار الجملة الموجودين في المحافظة. الحكومة قامت واجتمعت مع التجار الكبار الذين يقوم بالتوريد للجمهورية كامل، وكما أسلف الأستاذ أبو بكر بعبيد. الآن الدور على السلطات التنفيذية في المحافظات أن تقوم بالاجتماع بهؤلاء التجار، وأن تضغط عليهم، وأن تلزمهم بقائمة أسعار موحدة، وكذلك أن تقوم فرق العمل التابعة للسلطات المحلية في المديريات وفي المكاتب التنفيذية التابعة للصناعة والتجارة أن تقوم بواجبها مراقبة المحلات التجزئة. لو كل فرد من هؤلاء الموظفون قاموا بالسؤال فقط في البقالات عن أسعار النقود الغذائية، بالأول والأخير هم مواطنون، هم منا ونحن منهم، لابد أن تتكاتف الجهود. إذا تكاتفت الجهود ونزلت لجان رقابية، لو نزلوا كل يوم إلى شارع واحد فقط وخرجوا من مكاتبهم لتحسنت الحياة والعادت الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا. هناك بعض الأسعار لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا شيء صعب ولن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، لكن لابد أن تعود الأسعار أقل شيء أن تعود 80-70% حتى يستطيع المواطن أن يعيش. اليوم المواطن يدخل بال10,000 بال20,000 إلى أي سوق من الأسواق، إلى أي سوبر ماركت، لا يستطيع أن يشتري شيء، يخرج بعلاقية صغيرة ربما شبه فاضية، ولن يتمكن من شراء أي شيء لأولاده. كيف بالذي هو معدم؟ كيف بالموظفين الذين ليس لديهم رواتب من 5 إلى 6 أشهر؟ كيف بالجنود الذين لم يتسلموا رواتب من قبل 3 أشهر إلى الآن؟ اليوم نحن نعاني جميعا، نحن بالأول والأخير مواطنون. لابد أن تقف الدولة إلى جانب المواطن، لابد المكاتب التنفيذية أن تعمل بجدية، وأن تكون هناك لجان مستمرة. كلما انخفض سعر الصرف، كلما تكاتفت المكاتب التنفيذية وقامت بالعمل في مراقبة الأسواق حتى يتمكن المواطن ومن أن تتحسن حياته، من أن يستطيع أن يعيش حياة كريمة كبقية المواطن في الدول الأخرى. نعم. طيب، إذا نعود إلى صنعاء خليل مرة أخرى مع الأستاذ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك. مساء الخير أستاذ فضل. أهلا يا مساء الخير والعافية. اهلا بك استاذ فضل، فقدنا بك الاتصال لكن عدنا من جديد، اتمنى ان تسمعني هذه المره بوضوح ونسمعك ايضا بوضوح. كيف تتابع الاسعار في صنعاء وايضا المحافظات الخاضعه لسيطره ميليشيا الحوثي، خاصه بعد تراجع سعر الدولار امام الريال اليمني وتعافي؟ اولا شكرا كثيرا لاختياركم هذا الموضوع الهام. طبعا في ظل التراجع وتحسن وضع الريال اليمني، بدأت الأسعار بالعودة تدريجيا، هناك تخفيضات وصلت إلى 30% بعض الشركات، هناك 10% 15%، بدأ المواطن يشعر بأن هناك توجه وهناك رغبة حقيقية بالفعل في إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في ظل التزام البنك المركزي بتغطية اعتمادات المواد الغذائية الأساسية مثل القمح، الدقيق، الأرز، السكر، الزيت، وهذا كان عامل مساعد على تحسين أو استقرار وضع الريال وبدأ تحسين وضعه أمام العملات الأجنبية. هناك أسعار لا بأس بها، يعني بدأت تعود إلى ما كانت عليه بنسب متفاوتة. هناك أيضا حملات تقوم بها الآن وزارة الصناعة والسلطة المحلية، إغلاق بعض المحلات والمولات للذين لم يلتزموا بإجراء التخفيض، لقاءات موسعة وشركة الجمعية في هذه اللقاءات مع القطاع الخاص ومنتجي الأدوية. هناك التزامات ايضا باستمرارية التخفيض بشكل متتالي تدريجيا، وان شاء الله يلمس المواطن مع استمرار استقرار سعر الريال وتحسنه امام الدولار ما لم تحدث هناك مفاجآت غير متوقعه. نعم. هل الان عوده الاسعار بنفس النسبه التي عاد فيها الدولار امام الريال، ام لا زال هناك تباين وتفاوت كبير؟
لا، في بعض السلع وصلت نسبة التخفيض إلى 30%، والبعض الآخر ما بين 10 إلى 15 إلى 20%. هناك ما زالت متابعة وتواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التنفيذية واجتماعات مع القطاع الخاص لإعادة الأسعار على ما كانت عليها وفقا للتحسن في وضع الريال اليمني. يعني يجب أن تكون الأسعار مساوية للانخفاض الذي حصل في قيمة العملة الأجنبية. الدولار تجاوز 33% انخفاضه، وبالتالي إلا أن هناك إشكالية ما زالت قائمة. الإشكالية تتمثل بعدم عودة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليها، وهذه تعتبر عامل. لكن نحن من خلال ضغط الجمعية وضغط السلطة التنفيذية على النفط من المتوقع والتزامهم بأنه سيتم إعادة النفط إلى ما كان عليه أسعار البترول والديزل، باعتبار الديزل أحد المدخلات الإنتاج سواء في النقل سواء في التصنيع في توفير المياه في كثير من القضايا. وبالتالي إذا ما عاد أسعار المشتقات النفطية نحن نتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليها. نعم أستاذ فضل، يعني الكثير أيضا من التجار يشتكون بأنهم يقولون بأن كل الإشكالية تتحملها التاجر، وهناك الكثير من التجار من خسروا رؤوس أموالهم بسبب عدم الاستقرار، لكن المواطن في الأول والأخير يحمل التاجر كل التبعات ولا يحمل يعني الأسباب التي أوصلت التاجر إلى اتخاذ مثل هكذا إجراءات. يا أخي نحن نعرف بأننا نعيش في وضع حصار، وضع اقتصادي صعب جدا. الدولار وصل إلى 820 ريال. المواطن تحمل كل هذه التبعات وصمد في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة، في ظل ما يصل إلى حوالي 24 إلى 25 مواطن يمني بحاجة إلى مساعدة. هؤلاء كلهم كانت أيضا كارثة انهيار العملة الصعبة هي ساقرت من المشكلة وضاعفت من 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 هذا الوضع السيء. التجار صحيح أن هناك خسائر كبيرة كانت بالسابق، لكن أيضا أسعارهم رفعوا الأسعار وفقا لمتغيرات أسعار الصرف، وبالتالي الآن يجب أن يتحملوا لأنه هناك سلع في عك، يعني تم شراءها بأسعار مخفضة وبيعت بأسعار مرتفعة، وبالتالي مثل ما يحدث الآن هناك أسعار تم شراء أو سلع تم شراءها بأسعار مرتفعة يجب أن تباع بالسعر الذي هو الواقعي الفعلي اليوم وليس كما هو متوقع. وهنا سيحدث التوازن أوتوماتيكيا بين ما كان ما اشترى بسعر منخفض أو ما اشترى بسعر غالي. نعم. طيب أستاذ فضل ابقى معي، وأيضا الأستاذ خليل. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذا الاستطلاع من محافظة تعز، أيضا حول عودة سعر الريال وبقاء الأسعار كما هي، وأيضا دور اللجان الإشرافية التي شكلت من السلطات المحلية في المحافظات المحررة لمتابعة وضبط المخالفين. نتابع هذا الاستطلاع ومن ثم نكمل النقاش. رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، إجراءات جيدة مقبولة بعض الشيء، يعني ما أدت إلى نقص الدولار ونقص في الدولار والسعودي. كان الدولار إلى 800 ارتفع نزل إلى 500، والسعودي من 200 إلى 120، وأدت في انخفاض كثير من الأسعار المنتجات وتخفيض بعض المصانع والشركات الأسعار. وإن شاء الله يستمر هذا الوضع والمتابعة، ونرجو أن تنخفض الأسعار زيادة عن هذا لأن الوضع لا يسمح للزيادة. بالفترة الأخيرة انخفض الدولار، لكن ما شفناش أنه الأسعار نقصها بالشكل اللي يطلبه المواطن. نتمنى أنه الدولة تتابع التجار ويكون في رقابة على الأسعار، واللي يبيع بسعر مرتفع يعني يقاضوا أو يحاكموا، وإن شاء الله الأوضاع تسير إلى الأمام والأحسن إن شاء الله. كمواطن يمني لم يلاحظ هذا الشيء ملموس بالأسعار المواد الغذائية، بالعكس أغلب المواد الغذائية سعرها على ما هو ثابت برغم هبوط الأسعار. ومن قبل حين طلوع الأسعار العملات رفعوا أغلب التجار الأسعار، ولما هبط الآن ما يمكن دور الرقابة مش موجود لتنزل تسعيرة ثابتة مقابل العملة. نرجو من سيادة معالي رئيس الوزراء كما أخفض سعر العملة أن يفعلوا برنامج لتثبيت الأسعار للمواطنين من أجل لا يستغلوش بعض التجار الوضع الموجود إحنا في بو ويتلاعبوا بالأسعار. والله الأسعار من ناحية الأسعار الحكومة يعني خفضت الدولار انخفض،
بس من ناحية الأسعار ما زالت كما هي، انخفاض بسيط ولا يعني ما فيش إنه عندنا زي ما هو طول زي أول كان، بس الدولار انهبط بس الأسعار ما زالت على ما هي، يعني يمكن هبوط 20% بالأسعار. أما الدولار هبط فعلا وإن شاء الله نعمل المزيد من الهبوط وخير إن شاء الله. الشيء يعني توحد الأسعار، التلاعب يعني في تلاعب من التجار، من التجار الكبار، يعني الشيء سواء يعني تسوسوا بالأسعار. حياكم الله من جديد، وفي محورنا الأخير أعود إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ خليل المليكي. أستاذ خليل، الآن في المحور الأخير، هل لمست في محافظة مأرب وأنت الآن تتجول في شوارع مأرب وفي الأسواق اليوم بعد هذه العودة وتشكيل هذه اللجان بأن هناك فعلا حدثت فوارق في أسعار السلع والمواد الغذائية؟ أنا أقول لك هناك فوارق، نعم هناك فوارق، ولكن ما زالت كما ظهر في الاستطلاع من تعز، ما زالت الفوارق بسيطة جدا، والدور يعود كما قلنا سابقا يعود على الجهات المختصة في متابعة تجار الجملة وكذلك تجار التجزئة. هناك بعض تجار التجزئة لديهم خوف من الله تجاه هذا المواطن، مجرد ما ينخفض مثلا في الحليب شيء بسيط يقوم كذلك بالتخفيض في البيع للمواطن وكذلك تجار الجملة. لابد إذا وجدت الدولة ووجدت الرقابة على الجميع، الجميع سيلتزم وسيقوم بالتخفيض بالأسعار، لكن إذا لم توجد الدولة ليس كل التجار يعني كبعض، وهناك تجار لا يخافون، هناك تجار يخافون، هناك تجار يرضون بأن يموت المواطن جوعهم ويتفرجون ولا يرضون أن يتنازلوا حتى بريال واحد تجاه هذا المواطن، وهناك تجار يبيعون ربما بخسارة حتى يستطيع المواطن أن يعيش. أشكرك أستاذ خليل الملكي الناشط الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. وأعود إلى صنعاء أو إلى إسطنبول، ابقى معي أستاذ فضل، لكن نرحب بالأستاذ شهاب العزعزي خبير اقتصادي من إسطنبول. مساء الخير أستاذ شهاب. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك أستاذ شهاب. كيف تقيم وتتابع الإجراءات الحكومية الأخيرة التي يعني تعافى من خلالها الدولار وأيضا تشكيل لجان من أجل الإشراف على إعادة الأسعار؟ أنا ما سمعتك والله السؤال مرة ثانية، معلش تعيده، ما فهمت عليك السؤال. فقط كيف تتابع الإجراءات الحكومية فيما يخص عودة الريال وتعافيه وأيضا ضبط المخالفين للأسعار؟ أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التحركات الأخيرة حقيقة إيجابية، حتى الكل متفاجئ من التحرك التحسن، تعتبر معنى أنه في تأثير صار بشكل واضح. نعم. في يبدو أنه هناك تدخل خارجي، ما هي الأهداف لا نعلم، قد يكون الهدف استقرار بشكل معين، جزء من الإصلاحات بدأت أيضا تتم، قد يكون أيضا يهدف إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حسم وإغلاق للملف واستقرار. كل هذه التحركات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ستكون لها ارتباط أكيد بالجانب السياسي. نعم، اللجان الآن التي شكلت من الحكومة، هل تعتقد بأنها فعلا ستحقق الهدف منها وتضبط الأسعار؟ لأن هناك أيضا شكاوى من التجار بأن هناك أيضا التقصير الكبير هو من قبل الحكومة وليس منهم، وهم مستعدون للتعاون معها. لا، بالنسبة للجانب التجار والأسعار ما أعتقد أنه سيكون بهذا الشكل، أنه في استقرار وضبط للأسعار وكذا. البلد ما زال في مرحلة عدم استقرار، وبالتالي عدم التنسيق صعوبتها أيضا، سيكون هناك تلاعب، سيكون في هناك أيضا مشاكل كبيرة ما زالت قائمة، سيكون هناك في تضارب مصالح، لابد، لأن المرحلة ليست مرحلة استقرار، ما زالت المرحلة استثنائية. نعم. لكن بشكل عام هو حقيقة الوضع الحالي لليمن لا يستطيع أن تقوم به الحكومة مفردها يعني، ولا يستطيع أيضا التجار أن يتدخلوا ويساعدوا اليمن بشكل منفرد. القضية تحتاج تعاون من الطرفين، تنسيق حكومي وقطاع خاص. دكتور شهاب، أنا أعتذر منك لضيق الوقت لأنك انضميت معنا في نهاية الحلقة، لكن شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا،
وأعود عودة أخيرة فقط إلى صنعاء مع الأستاذ فضل منصور. أستاذ فضل، أنتم في جمعية حماية المستهلك، هناك أيضا من يقول بأن أيضا حتى هذه اللجان التي شكلت سواء في المحافظة المحررة أو على وجه التحديد من هي في صنعاء وتتبع ميليشيا الحوثي، هي من أجل استغلال التجار وفرض عليهم أيضا إتاوات وليس من أجل مصلحة المواطن. يا أخي احنا يجب ان نتكلم بالواقع، ما يتم الان هو القطاع الخاص مشكور هو الذي قام باعلان الاسعار، نشيرات الاسعار سواء عبر القنوات الفضائيه او خلافه، ونشيرات وعلقت الان قوائم الاسعار على مستوى المحلات التجاريه لكل الشركات ابتداء من مجموعه بيت هيل سعيد، وحتى اصغر شركه الان تقوم بنشر الاسعار للمنتجات التي سواء السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض، وكم المبلغ وكم سعر سواء لسيد الجملة أو للتجزئة أو للمستهلك. هذا عمل ملموس، يجب أن نشكر كل من قام بهذا العمل سواء الأجهزة الحكومية الممثلة بوزارة الصناعة والتجارة أو القطاع الخاص الذي بادر. هناك كما قلت لك بأن هناك قطاع خاص بادر مخفض بنسبة 30%، هناك تخفيضات ما زالت محدودة جدا، وبالتالي هناك الآن لجان حكومية من السلطة التنفيذية فيما يتعلق بإعادة التخفيض الفعلي. أشكرك لما تم على مستوى الدولار. شكرا جزيلا لك أستاذ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من صنعاء. ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.